بعد جلسة الميزانية في مجلس البقيع المحلي، عضو إدارة يصوت ضد الميزانية. هل هذا يعتبر نزع ثقة من المجلس المحلي؟ أول شيء الميزانية مرقت اليوم، أنا صح صوتت، أنا ما كنت على بناء الميزانية. من المفروض أنك عضو إدارة تقعد الإدارة من قبل ما تنبنى الميزانية تشوف وين في ناقص، وين في واحد ممكن يشبير. أنا ما حدا دعاني وما حدا، كمان بعتقد أنه كمان أعضاء الإدارة ما حدا قعد معاهم وبنوا الميزانية مع بعض. العمل المشترك لازم يكون بين الإدارة وبين الرئيس، وكل شيء ينعمل مع بعض وبشتوف في ولا. ما كانش أنا بشوف أنه بالمجلس يوم ما في شتوف في ولا، لو واحد بيشتغل حسب كيف هو بشوف مناسب. أنا صوت ضد الميزانية عشان سبب وأكان سبب، وأنا حكيتهم بالجلسة ما في للستودنت، ما في من جود في عمال، أن اللي لها 30 سنة ما عم تسافت بالسخار تبعهم، بينما في عمال ثاني اللي عم تاخذ بالتصفات سخار لإلها، اللي يعني هون في تفرقه بين العمال. وكمان شغله في عده تعيينات اللي عم بتصير او صارت في الماضي بالمجال السابقه، اللي هي كمان بتعطل على الميزانيه تبعت المجلس. من المفروض كان لازم نقعد قبل الميزانيه نتحدث فيها ونلاقي طريق كيف انه احنا نشبير الميزانيه ونوصل لميزانيه احسن من هيك. الميزانيه بجدول مش عاطله، ولكن انا على عشان هاي الاسباب ما بقدر اصوت مع الميزانيه. هل التصويت ضد الميزانيه يعتبر خروج عضو المجلس بشير عامر من الاداره؟ انا شخصيا متابع بالاداره، انا اذا في كثير اشياء صوتت عليها مع الاداره، اشياء اللي هي بشوفها بنظري مش مناسبه وغير ملائمه لي ما بصوت عليها، حتى لو انه عضو اداره وحتى لو انه هذا الشيء بده يكلفني انه يطلعوني بريت الإدارة. ما في اليوم أهمية مين بالإدارة مين بالمعارضة، اليوم إحنا بنصوت على كل شيء حسب شو نشوف إحنا مناسب، حتى لو إنه بالمعارضة حتى لو إنه بالائتلاف. هاي حسب رأيي ما في له أهمية موضوع الميزانية موضوع مهم، والتصويت ضد الميزانية يعتبر نزع ثقة من المجلس. من ناحيتي هو غير نزع ثقة، أنا من ناحيتي صوت ضد الميزانية عشان الأسباب اللي حكيتها. إذا في حد ثاني بده يعتبرها نزع ثقة هو حر، كل شيء بيقدروا يعملوه بيتفضلوا يعملوه. أنا شخصيا ما بقدر أصوت على ميزانية على الشكل. شكرا.